السلام عليكم اصدقائي ديالي، كنتمنى انكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه ديال الاعياد، او وصفه اللي يمكن لكم تستعملوها في رمضان، فهي وصفه زوينه ورائعه ديال التمر معمر. اللي كنحتاجو لها نص كيلو ديال اللوز اللي مفسخ محيد ليه طبيعه الحال القشره ديالو، وكنحتاجو التمر. اي نوع ديال التمر؟ انا استعملت التمر ديال المجهول. هنايا دابا غادي ندوزو باش نحضرو اللوز ديالنا. فانا شديت اللوز وضفت عليه جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وكيف ما كتشوفوا معايا فانا راني طحنته في الطحانه، وبان ليا بان مازال خاصو يتطحن، وعاود طحنته. يعني فيما تشوفوا انه مازال انه يحتاج انه يتطحن، عاودوا طحنوه. مهم انا هنايا دابا راني حصلت على اللوز ديالي بعد ما طحنته. غادي نضيف عليه هاد الروح ديال الفخاز، والنصف الثاني غادي نضيف عليه الروح ديال البيستاش. بالنسبه لهاد الملونات راه كي من الاحسن ما تشريوش داك الملون هذا بالروح ديال نكهه الفريز، والاخر بالروح ديال نكهه البيستاش. انا كيف ما كتشوفوا كيف ما فرقتهم، دابا غادي نستعمل النكهه ديال البيستاش، وغادي نخلطوهم كل واحد على حيطه. بطبيعه الحال ما يمكنش لكم تخلطوهم بجوج لان الالوان غادي ما يعطيكمش داك المزيج، يعني كل واحد غادي تخلطوه على حيطه. غادي نخلط الفخاز بوحدو، وغادي نخلط النكهه ديال البيستاش بوحدها. كيف ما كتشوفوا معايا فانا منين خلطتهم، فانا دابا غادي ندير هاد لي بوده او هادوك الحرابس الصغار. يعني كل واحد غيدير على حساب كميه التمر ديال التمر اللي عنده. انا بالنسبه لحبات التمر اللي عندي فعندي 24 حبه، فانني اضطريت انني نقسم اللوز ديال نكهه البيستاش على 12، واللوز ديال نكهه الفريز على 12. كيف ما كتشوفوا راني هادو هما لي بودا اللي صوبتهم، وغادي ندوزو دابا باش نعمروهم. وخليكم معايا. كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي ندوزو للتزيين. انا استعملت هنايا البيستاش، استعملت الجوز، استعملت كذلك سكر كيعطي واحد المنظر جميل، كيعطي واحد المنظر كريستاليزي. فهذاك الحربوش درتو في السكر وقديتو. وهنايا زوقت بالبيستاش، يعني كل واحد غادي يتزوق بالاشياء اللي متوفره عنده. هنايا باش نوريكم هذيك الطريقه اللي استعملت، فانا درت هذاك الحربوش درته في سكر سنيده، وكيف ما هانتوما كيف ما كتشوفوا فانا زينته بسكين. دابا غادي نستعمل هادو ديال الجوز، كذلك غادي نستعمل ديال الجوز. يعني كل واحد غادي يزين بالطريقه اللي تيحب وشنو اللي متوفر عنده في البيت. يعني كيبقى التزيين كل واحد كيزينو على الشكل اللي بغى. انا راه استعملت حتى هذوك داك لي بونبون اللي كيتباعوا عند مالي الحلويات، حتى هما استعملتهم. بصراحه يمكن لكم تستعملوا هذوك لي بونبون اللي كيجيو هكا على شكل عقيقات، حتى هما كيجيو زوينين. يمكن لكم تستعملوا لي الافيلي ديال اللوز، يعني كل واحد كيستعمل. يمكن لكم تستعملوا كذلك الكستناء، يعني كل واحد كيستعمل هذاك الشيء اللي عنده. وهذا هو الطبق النهائي ديالي بعد ما زينته. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديالي دعموني وخليوا لي لايك وخليوا لي ابوني باش نقدم لكم المزيد من الوصفات. والى اللقاء.